السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل: مسؤول يمني يحذر السعودية من أن الحرائق ستمتد وتتوسع ولن تستطيع إخمادها. وإلى التفاصيل. أكد مسؤول عسكري في حكومة صنعاء اليوم الاثنين أن السعودية لن تستطيع إيقاف الحرب وستكتوي بنارها حال أشعلتها تلبية لأمريكا. وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة صنعاء العميد عبد الله بن عامر في تدوينة له على إكس: من السهولة إشعال الحرب أو التسبب في إشعالها، لكن من الصعوبة تحمل استمرار حرائقها وهي تتمدد وتتسع في كل اتجاه. مضيفا: إن كنت جديرا بالحرب فاسأل نفسك عن مستوى استعدادك للخسارة، واسأل أكثر عن حجم صبرك عليها، لأنها عندما تشتعل لن تستطيع إخمادها ولن تكون قادرا على التحكم بها، فالحذر الحذر. مشيرا في تغريدة أخرى إلى أن أول نتيجة متوقعة فيما لو انفجر الموقف لن يكون هناك مكان آمن للاستثمار. وكان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي قد وجه تحذيرا ناريا للسعودية يوم أمس الأحد في خطاب متلفز له بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد من مغبة التصعيد الاقتصادي في اليمن، ملمحا إلى أنه سيتم ضرب المنشآت الاقتصادية والنفطية للنظام السعودي في حال استمر هذا التصعيد. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.